بسم الله الرحمن الرحيم. من الروايات المشهورة جدا للروائي نجيب محفوظ رواية أولاد حارتنا. رواية أولاد حارتنا الحقيقة فيها جرأة عجيبة جدا من الكاتب في إن هو يعيد سرد قصة الخلق من أولها لآخرها بأسماء جديدة. والحقيقة إن الكاتب ما عملش أي نوع من أنواع التمويه، يعني مثلا هو لما بيعيد سرد قصة الخلق من أولها، من أول طرد سيدنا آدم أو خروج أو نزول سيدنا آدم من الجنة، بيعيد بناءها بنفس الأحداث وبأسماء قريبة جدا، يعني مش حتى بيتعمد أو بيعمد إلى يعني إن هو يموه على الموضوع، لأ ده هو مثلا بيسمي الشخصية المحورية اللي هي المعادل ليها سيدنا آدم بيسميه أدهم، يعني وكأنه عايز يقول إن هي دي قصة الخلق. فأنا مش عارف الحقيقة هو إزاي كان عنده الجرأة إن هو يعمل ده، وإزاي أصلا الفكرة جت في دماغه يعني. لكن إن كان ده بيفكرنا بحاجة، فهو بيفكرنا في إنه في نفس الفترة دي بدأت تظهر انواع من الروايات اللي بتتكلم في الحاجات دي او بتتكلم في السكك دي، يعني بتتكلم في سكك اعادة صياغة او اعادة سرد القصص الدينية المقدسة. يعني مثلا سنة 88 كان في الاغواء الاخير للمسيح لكازانتاكس، اتعملت فيلم، وسنة 90 ظهرت رواية الانجيل يروي المسيح لساراماجو، ورواية أولاد حارتنا ظهرت في سنة 88. ده كله إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على إن ده كان اتجاه سائد أو اتجاه عالمي، إنه في هذه الفترة بدأت الناس تعيد بناء أو تعيد سرد القصص الدينية في قوالب روائية أو حتى قوالب فنية أخرى زي السينما وخلافه. الرواية احنا ما نقدرش نقول عنها حاجة غير ان احنا نقول ده، لان احنا مهما وصفنا ومهما قلنا مش هنقول حاجة مختلفة. يعني هي بدايتها شخص اسمه الجبلاوي، والجبلاوي دوت عايش في مكان فيه رغد وعيش هانئ، واللي بيطلب من جنته دوت بيروح يبدأ يعيش ويعمل ويبني كوخ، وزي ما بيحصل الشخصية الأساسية اللي هي شخصية آدم. وبعد كده قصة قابيل وهابيل بتحصل بين الابنين بتوع أدهم وهكذا، ومرورا بقصص الأنبياء بقى المتتابعة بالكربون، نسخة بالكربون، مفيش أي تغيير أو اختلاف. فهو ده اللي نقدر نقوله عن الرواية. شكرا.